بيكن يوزع من الجهة اليمين، يوسف فان بيكي عطاير ينجح في مغالطة الحارس المثلوثي، بعد تتويج الأفضل لاعب في الفريق نادي البنزرتي، كرة مرتدة من الدفاع تطوين، محمد الحبيب يكن بكل ذكاء يسكن الكرة في الشباك ويحول الهزيمة الانتصار. ترى دول جمهور ولا أغلى جمهور في بنزرتي. شكرا على جمهور بنزرتي. شرف اليوم، شرف اليوم.